والله احنا لينا شرف ومبسوطين جدا ان احنا موجودين النهارده. والحفله كانت جميله والناس كانت حلوه والاجواء حلوه، دايما بصراحه بننبسط مع الناس هنا في رمضان. كنا في المولد النبوي الشريف في التجمع، وكنا رمضان قبل اللي فات هنا وفي الفروع برضو الثانيه. يعني بصراحه عاده جميله، بس احنا بننبسط قوي والله. لنا الشرف والناس جميله وتتفاعل معانا، دي اجمل حاجه بصراحه. والله احنا بنحب يعني جدا نكون هنا، بننبسط بصراحه. وفرع مدينه نصر بالذات هو اللي يعني الناس بتسقف معانا وتتفاعل معانا، حاجه جميله جدا. بنور وجهك اني مبسوط جدا وسعيد جدا ان احنا موجودين في النادي الاهلي وبنشارك في ليالي رمضان باسمنا فرقه الحضره، ومبسوط بالجمهور والتفاعل وحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل الناس اللي كانوا موجودين. مبسوط جدا بالوجود في النادي الاهلي. انا اتبسطت جدا من تعمق حب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، يعني شفت البهجه وشفت السعاده في قلوب الناس. وعلى فكره السعاده اللي موجوده في قلوب الناس اللي كانت موجوده انعكست علينا. يعني انا شخصيا كاحمد الانصاري كنت مبسوط جدا جدا بتفاعل الناس وبحبهم لسيدنا النبي وبهتافهم بمديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله الحفله يعني حلوه بيكم بصراحه، بالجمهور الحلو ده والروح الطيبه دي. يعني كل سنه وانتم طيبين على كل جمهور الاهلي. والله انا مبسوط بيهم جدا 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 بصراحه. يعني انا ما كنتش اتوقع ان الحفله تبقى بالجمال ده. هي حفله نجحت بيهم بصراحه بروحهم الطيبه دي. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. لا والله اجواء رمضانيه حلوه، والناس دول بصراحه اسعدونا يعني وانبسطنا. يعني فرقه كويسه. لا تحفة تحفة صراحة، جميلة جميلة، يعني هزت النادي كله، مش أحلى من كده يعني.